مطبخ لا تحتها زوج يعني زوج هذيك كي زوج يقدر يدير زوج طبعا ستترجم اليوم في هذه القاعة نية الوزارة الوصية مبروك عليك سيد العربي نمر الفرحة تاع اليوم تجي خطرة في الحياة الحمد لله يا ربي صبرنا 9 سنين وانا نلنا والحمد لله ونشكر السلطات كاع نشكر كل السلطات المعنية اللي دارت هذا الحفل باش لتسليم مفاتيح سكنة عدل نشكر كل من ساهم الوصول لهذا اليوم بعد الصبر طويل والحمد لله جا الفرج جات يعني عيد الاستقلال وشباب وجات صدفة تاع عرس هذا تاع توزيع السكنات